السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، شكرا معكم مصطفى من قناة تيواتي، مصطفى تيواتي. طبعا اليوم راح أسجلكم فيديو كلاش رويال، راح نلعب نسوي هجمة لايف ونفتح الصندوق المجاني. مش طلعنا صندوق زين، وإذا طلعنا صندوق ذهبي راح أسويكم حلقة مال تفتيح جستات. راح أسوي يلا هسه نهجم ونفتح. أول شيء نهجم. طبعا ما رويتكم استراتيجية مال ابن عمي. شو تقول طاروا مفجر ولا طاروا ولا نشوف شوية ونشوف. المهم هاي استراتيجية وصل بها 2200 كؤوسة هسة. يلا نبدأ الهجوة، يا رب خصب سهل وناخذك لفة جروب ان شاء الله. يلا هستوني فتحت صندوق التاش، طلع لي بي ابك اللي هو دراغر، وصار يبدي اطوره لفل شسمة لفل 3. نزلنا هذا، بس نشوف الهجوم وش راح اسوي بيه. يلا هذا نزلي المينيون قبل. يس شوف يعني مرتين نزلها. عليكم شوية صوت اللعبة. هو احنا خذينا هذا البرشت، خذينا هنبدأ نجيب الهاجة. ما خذينا ناخذ ان شاء الله. وهاي هذا برج راح ندمج همين. شوف شلون استراتيجية نهجم من الجانبين. هاي زين. شوف هسه هذا البمبر ايش راح يسوي بالبربرية. شوف البمبر 1 طقة 2 طقة 3. يعني هذا البمبر والله ما اعرف شو اقول شو احكي. استراتيجية الا طحين هسه. نزل قبلهم عافية، خفت من هذا الشيء وراح يسوي وسواه أصلا. يعني سوا عاد شيء جنبي. لا البربريين طقوا. يلا دمجنا من البيت كلش هواي زين. هسه بهذا هجمتين نسوي له هيجي طقه هيجي. الله 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 سوينا بيه هذا. يلا يلا يا البيكة اسرع اسرع يا البيكة. اريد بس طقتين من البيكة. لا شلون سالفة مو زينة. يلا هسه راح نهجم. اريد انزل هوك، اريد انزل هوك، اريد انزل هوك على بيت مات. اريد انزل هوك، اريد انزل هوك، ما انزل هوك. اوكي هاي ليه ما نزلت هوك؟ راح اسوي بيك عمل. وهسه بنزل هذا هنا وهاي هنا وهاي هنا. اذا عرفت راح ينزله طبعا نبدأ هيجي. وهاي خليها 3 جروب. مبروك علينا، مبروك عليه مقدرة. وهاي 3 جروب زيانة من الألعاب تشكيلة مثل ما قلت لكم توب التشكيلة. يا تشست او 5 سيلفر يعني لازم الفتحة. اوكي زين طالع وزاد الطارة لفل 5. هسه افتح لكم صندوق مجاني عاوي. مرات يصير زين، هاي مرة كلش مو زين. هسه شو تقول نطور البومبر لو لا؟ انا جايب على 2000 بسرعة، فخر نطور بهاي الاستراتيجية لان يفيدنا كلش هواي. شو يزيد؟ هنشوف ايش زاد. ايه زين. اي شباب يلا شباب نهجم هجمة ثانية. يلا خلينا نهجم ولا يحبكم. بس انا اتفشل ونخسر. لو ستة ما استهزئ بي طبعا، اكيد واصل باستراتيجية قوية. شوف راح يوصل لأرين الساسة هذا. لا لا زين زين. يلا يا هل يقتل يا هل يقتل يا هل يقتل الوزارة اكيد. يس لا ما اثر بي. يلا شباب زين. بحس الفيديو ملل ما اعرف ليش، وما اقدر اسرع فيديو واحط اغاني لين حرام هسه اكيد صايمين وما يصير. او لا 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 لا
نفس الصوت شوية، لو أخذت مكسة على نفس الصوت أرجع، على نفس الصوت أرجع، سوي هيجي، وسوي هيجي، شلون راح يدافع؟ أهم شي يكتب بيكاتشو بيلي راح يأثر بينا هواي، وكتبنا إن شاء الله يس، كل زين، هنا بيكا راح تكتب هذا. ونأثر الكب البيت وطقة واحدة لا طقتين أو يلا زين زين لا كلش مو زين. شوف إذا نزل شغلة ولا ما نزل أوكي. طبعا صير ذكيين هسا أنا أعرف شنو بمن يا جميل يدي نزل بيكة وراء الشغلات، لازم تصير ذكي وتعرف شنو خصمك يريد ينزل. هسا طبعا ترى أنا هسا حاط كانونة كلش مريض فاعتذر عن صوت. يلا هسا راح نهجم عليه هجوم خيالي. طبعا شوف هسا وصلنا بالوقت اللي يعني هذا، وشوفوا ال شوف الأبراج مالتنا من قد القوة يعني مالتنا بعد زين كده زين. هسا نبدي لا 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 وهاي المخاطة برجع عيسر. شفت يعني شلون سوينا بي استراتيجية حلوة. هسه شو هو هسه ولا جايس لعبة هاي خلص الوقت ان شاء الله فايز. طيق اي شي نزل طيق اي شي نزل انا اريد انزل. يلا مبروك علينا فاز. شفت شلون استراتيجية كلش قوية. طبعا راح اصدر هي ساعة اتوقع شوية شوية. ويلا شباب اتمنى منكم اللايك والسبسكرايب والشير للفيديو. ما تطول الفيديو عليكم ويلا سلام.